أنا أتوجهها للشعب اليمني في الوقت الراهن. أدعو الله تعالى أن يحفظ اليمن من كل شر ومكروه، وأن يكتب اليمن التقدم والرقي والازدهار والاستقرار والأمن إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا آسف جدا وحزين لأن أبناء شعبنا يتقاتلون فيما بينهم، والشاعر القديم يقول: قومي هم قتلوا أميمة أخي، فإذا رميت أصابني سهم.